صبايا كيفكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. مثل ما بتعرفوا انا ماشيه هلا بسلسله صابون على الطريقه البارده اللي هو انا المفضل عندي، وعندي كثير يعني بيشتغلوا بحب، عرفتوا كثير بحب اشتغل الصابون على الطريقه البارده. اليوم عندنا صابونه الكركم. شو بخبركم عن صابونه الكركم؟ صابونه جيده فعاله بتعالج تقريبا معظم مشاكل البشره، اكيد رح نحكي عن فوائدها باخر الفيديو. صابونتنا اليوم طبيعية جدا، ما رح نحط لها زيوت ولا ألوان، أكيد رح نعملها من الكركم. الكركم هو اللي بيعطيها اللون الحلو كتير، فما بحاجة لألوان وما بدي حط زيوت عطرية. بس إذا أنتم بتحبوا تحطوا زيوت عطرية أكيد فيكم تحطوا، هلا بعطيكم كمية الزيوت اللي بتحطوها العطرية أكيد بالجرامات. قبل ما بلش الفيديو رح اشرح شرح سريع جدا عن اجراءات السلامه. انا صرت تقريبا عامله 4 فيديوز وحاكي بالتفصيل. صبايا ما بدي خليكم تملوا مني، بس ضروري جدا، يعني انا ما بقدر بلش بفيديو وما احكي عن اجراءات السلامه، خاصه في صبايا ما بيكونوا حاضرين الفيديوهات القديمه اللي حاكي فيهم وشارحه فيهم، يعني بيفتحوا هيدا الفيديو دغري وبيكونوا مبتدئات، فأنا علي إنه خبر بكل فيديو. معلش يتحملوني. تتعملوا الصابون على الطريقة الباردة أكيد لازم تتبعوا إجراءات السلامة قبل ما تبلشوا الصابونة، اللي هن تحطوا كفوف على إيديكم، تغطوا إيديكم منيح، أوكي، تحطوا كمامات على الأنف والتم أكيد، وتحطوا واقي النظر، لانه نحن عندنا بالصابون على الطريقه البارده عندنا الصودا الكاويه اللي هي خطره جدا وممنوع تستنشقوها، اكيد بتسبب لكم كثير ضرر، كثير ضرر بالجهاز التنفسي، وممنوع تجي على الجلد لانها بتحرق وممنوع تفوت على العيون اكيد. والصودا الكاويه اللي حنحكي عنها اليوم بدكم تبعدوها اكيد عن الاولاد الصغار، ولما تشتغلوا بغرفه انتو فيها ممنوع تفوتوا او يكون حدكم اولاد صغار او حيوانات اليفه. فصبايا المبتدئات اتبعوا هيدي الاجراءات بليز، ولازم تلبسوا اكيد بنطلون طويل وكلسات تغطوا اجريكم بحال اجيت السودا الكاويه، يعني نزلت على الاجر او هيك، هيك بتكونوا حاميين انفسكم. طيب رح نفوت دغري هلا بصلب الموضوع، ما رح طول عليكم. مثل الفيديو اللي قبل كان 40 دقيقة، بس صراحة إذا بتحضروه من الأول للأخير كل دقيقة فيه، كل كلمة فيه لازم تتبعوها، لأنه أنا حاولت بقدر الإمكان نزل عدد دقايق الفيديو، بس ما بقدر يعني إنه نكون عم نعمل صابون على الطريقة الباردة وما أشرح لكم بالدقة التفاصيل الصغيرة، لأنه أي غلطة رح تسبب لكم إنه شغلة منا منيحة لإلكم، وإذا غلط بالمقادير أو المكونات أو طريقة السكب والحط مع بعضهم، يعني المكونات كمان لازم تتبعوا مثل ما عم قلكم بالحرف. بليز ما تنسوا تحضروا الفيديو للأخير، كل كلمة بقولها ما رح جاوب على كومنتس شارحتها أنا بالفيديو، لأنه صراحة مثل ما بتعرفوا القناة صار عندها 40,000 متابع، لازم انه تحضروا الفيديو وتشوفوا كل النقط، لانه ما برجع بعيد انا بالكومنتس، صبايا بتتعبوني صراحه انتم امرار. يلا خلينا نبلش. لصابونتنا لليوم نحن بحاجه ل زيت زيتون، مثل ما شفتوا قنينة زيت زيتون، بدي كمان زيت نخيل، زيت نخيل نباتي صبايا، منه حيواني، زيت نخيل نباتي اللي هي السمنه النباتيه، عرفتوها بتشتروها من السوبر ماركت بتلاقوها، وبدي كمان زيت جوز الهند. هلا بالنسبه لزيت النخيل وزيت جوز الهند انا ذوبتهم وبردوا اكيد، صاروا باردين هلا، درجه الحراره تبعيتهم مثل حراره الغرفه، اوكي. وبحاجه كمان لمي مقطره تشتروها من عند العطارين، اذا ما بدكم تشتروها من الصيدليه لانه بالصيدليه عاده بتكون اغلى من العطارين، انا بشتريها بسعر كتير رخيص من عند العطار. بحاجه كمان للمكون اللي بدنا ننتبه منه كتير، الصودا الكاويه او هيدروكسيد الصوديوم، هيك بيكون، بيكونوا حبيبات، اوكي حافتح لكم اياها شوي شوي. اوكي وشو كمان؟ وبس هيدول.
هلا اول شيء نحن بنعمله لنعمل صابون على الطريقه البارده، اول شيء بنخلط المي المقطره مع الصودا الكاويه، واكيد لازم يكون عندكم صبايا ميزان مثل هيدا لا تزينوا الجرامات. اوكي، اول شيء عندي 150 جرام من المي المقطره. بدنا نشيل جرام واحد بس. مية وثمانة وأربعين. هيدي الشغلة شفتوا؟ نحن نرجع نشيل. هيدي الشغلة ما بحبها لأنه الجرامات يا ويلي. مية وثمانة وأربعين رجعنا، عم نلعب نحن هلا. 150 منيح ما طولت معنا. لكن عنا 150 جرام من المي المقطرة. اوكي مشيلها على جنب. هلا بدنا نزين الصودا الكاوية. مثل ما خبرتكم صبايا انتبهوا من الصودا الكاوية. هيدي الصودا الكاوية مادة حارقة، يعني بتحرق الجلد. كماماتكم كل شيء الواقي النظر كله بتكونوا انتو حامين حالكم. طيب بالنسبة للصودا الكاوية انا بدي 75 جرام صودا كاوية. اوكي هلا بدنا نحط الصودا الكاوية اللي هي 75 جرام. خمسة وسبعين. مثل ما شفتوا صبايا لازم نغطيها بسرعة. ونبعدها دغري ونحطها أكيد بمكان آمن عالي جدا ما يطالوا الولاد أبدا. أوكي؟ لكن حطينا 150 جرام مي مقطرة، 75 جرام صودا كاوية أو هيدروكسيد الصوديوم. انا اكيد اخد احتياطاتي، حاطة الماسك، حاطة اثنين صراحة، وحاطة واقي النظر مشان عيوني كمان احمي عيوني. اوكي هلا بالنسبة لهيدي المرحلة، هلا صرنا هون حضرناهم. هلا شو بدنا نعمل؟ نحن بهيدي الحالة بنحط الصودا الكاوية فوق المي وليس العكس. اكيد ما فينا نحط المي فوق الصودا، لا ابدا. منبلش مننزل الصودا الكاوية فوق المي شوي شوي ومنحرك. بدنا الصودا الكاوية تدوب على الأخير مشان هيك منحط الكمامات، مشان لما مندوب الصودا الكاوية مع المي بتصير بتطلع رزاز وبتطلع بخار، فهيدا بيأذي الجهاز التنفسي اذا ما كنا حامين حالنا. بتشوفوني انا دايما بعيد كاني عم بحكي ارجع من اول وجديد، لانه مثل ما خبرتكم صبايا هيدي شغله ما بينلعب فيها، وخاصه اذا كانت الوحده مبتدئه. ومثل ما قلت لكم بدي اضطر عيد بكل فيديو، لانه امرار بيكون صبايا ما حاضرين الفيديوهات القديمه. شفتوا صبايا عم بتطلع بخار، هيدا البخار لازم ما تتنشأوا ابدا. هلا بدنا ندوبهم على الاخير الاخير، ما بدي ولا حبه صودا كاويه بقلب المي. هلا بهاي المرحله بتصير المي سخنه كثير مشان هيك عم تشوفوا البخار طالع منه.
هلا دابت عندي الصودا الكاوية على الأخير، أكيد بدي شيلها لمكان آمن بعيد عن الأطفال لا تبرد. بدي إياها برودتها مثل برودة الزيت، يعني بحرارة الغرفة، ما تشتغلوا فيها أبدا هي وسخنة. وهلا صبايا صار فينا نخلط الزيوت، حطينا الصودا الكاوية مع المي أكيد شلناها على جنب تتبرد. هلا صار فينا نخلط الزيوت. أول شيء بدي من زيت الزيتون 250 جرام زيت زيتون. نحن حنستعمل بهيدي الوصفة ثلاث أنواع زيوت اللي هن زيت زيتون، زيت النخيل، زيت جوز الهند. لكن يبعت لك هلا برجع لكم. رجعت لكم صبايا، كنت مضوية الميزان فأنا وعم بحكي طفى وزتيت زيت الزيتون. يلا بدنا لكم 250 جرام زيت زيتون. هاي 207، بدنا بعد نوصل لل 250. اوكي بعد عندنا 5 جرامات. 49 250. اوكي بنحط الميزان على الصفر اكيد. وبدي هلا من زيت النخيل 125 جرام زيت نخيل. زيوتنا اكيد بردت 125 جرام. ثلاثة وعشرين، 125 جرام زيت نخيل. كمان بنحط على الصفر. بدي من زيت جوز الهند 125 جرام كمان. مية وعشرة، 19، 23، 125 جرام كمان من زيت جوز الهند. لكن نرجع نعيد الزيوت، 250 جرام زيت زيتون، 125 جرام زيت نخيل، 125 جرام زيت جوز الهند. وهلا صبايا من بعد ما بردت عندي الصودا الكاوية مع المي المقطرة صار في يزيد على الزيوت. بنحط اكيد الصودا الكاوية فوق الزيت اكيد وليس العكس، ونحطه بالتدريج. يعني بنكون عم نسكبهم واكيد عم نحرك قبل ما نبلش نضربهم بالمضرب الكهربائي. هلا بالنسبة للمضرب الكهربائي لازم يكون عنا واحد مثل هيدا، وهيدا بيكون مخصص بس للصابون، ممنوع تستعملوه بالطعام بالطبخ يعني. اوكي بس للصابون هيدا. هلا صار فينا نشتغل بالمضرب الكهربائي. اكيد نشتغل، منوقف شوي نرجع منحركهم بالملعقة اللي بتكون هي من السيليكون او من الستانلس ستيل، ممنوع نستعمل حديد او الومنيوم.
نرجع من جديد. بلش شفتوا ظهور الأثر، بس بعد بدها خفق بعد. وهلا صبايا مثل ما شفتوا صارت جاهزة عندي، صارت عندي عملية تصبغ وطلع عندي ظهور الأثر، وهيدا ببين لكم على المضرب شفتوا. هلا صار وقت نضيف الكركم، عند ظهور الأثر منضيف الكركم. وهلا صار وقت مثل ما قلت لكم ضيف الكركم، بدي ضيف من الكركم 10 جرامات. ليك لونها شو حلو. هلا بدنا نرجع نضربها ضربة صغيرة بس بالمضرب الكهربائي ليتجانس اكيد الكركم مع الزيوت مع الصودا كلياته. شفتوا كيف بتعرفوا كمان انه صار عنا ظهور اثر؟ لما ترفعوا الملعقة هيك شفتوا كيف بتنقط. ليكو صبايا جمال اللون، من بعد ما حطيت الكركم اكيد ضربتها ضربة صغيرة بالمضرب الكهربائي، ليكو لونها شو حلو بياخد العقل عن جد. هلا اكيد بس هتبرد بيفتح اللون، ما بيضل هيك. وهلا بدي اسكبها بالقالب اللي بيكون معقم اكيد. هيدي الملعقة او السباتشولا حلوة كتير لانه بتحط لكم كل شيء. جعانوا بعد في شوي. نخوضها شوي مشان يطلع منا الفقاعات، وهيك بتكون صارت جاهزة عنا. أكيد لازم نتركها هلأ تتبرد 24 ساعة، برجع فرجيكم الشكل النهائي. بدنا نغطيها بأي شيء، بكرتونة أو أي شيء، قبل ما يعني لازم نغطيها قبل ما تبرد قبل ما تنشف مشان نمنع الرماد او القاش هيك يطلع عليها. اوكي، واذا بدكم في منهم برشوها كحول، بس انا ما برشها كحول ما بحاجة لانه كتير بساوي صابون وبس لغطيهم، ولا مرة صارت عندي هيدي المشكلة. وهلأ صبايا صار وقت التقطيع، تركت الصابونة تقريبا 12 ساعة صبايا دغري 12 ساعة نشفت الصابونة لانه معمولة من زيت جوز الهند وزيت النخيل. مثل ما بنعرف زيت جوز الهند هو اللي بيعطيها الرغوة، مشان هيك بنحطه بندخله بصابوناتنا، وزيت النخيل بيعطيها الصلابة، يعني الصابونة بتضل محافظة على صلابتها لا تدوب على الأخير وما بتصير هيك دايمة. من أمرار بتكون الصابونة مثلا إذا بنستعملها عند لما نوصل للنص بتصير بتحسوها صارت طرية كتير وصارت للكب، لا زيت النخيل بيعطيها الصلابة. مثل ما شفتوا صابوناتنا بياخدوا العقل، جربت حط لهم ديزاين هيدا ورق ذهب ما حبيته بعدين، يعني اجا شوي بس على الصابونة. ليكو الصابونة كيف هي شو متماسكة، اكيد بعد بدها
بدها تقعد بفترة الحضانة 40 يوم. وهلأ عم نقطعها صابونة عن جد. شو بدي خبركم؟ بتاخد العقل. شوفوا من جوا كيف هي، يعني صابوناتنا هون. جربت اعملها برشتها شوي مشان يطلع السطح مسطح. عملت لي هيدي الصابونة 2 4 6. هلا منشوف وزن الصابونة قدي طلعت. ليكو صابوناتنا صبايا، شو هاللون؟ حدا بيتغزل بصابوناته؟ بعدني بالبيجاما، قمت الصبح دغري، تعرفوا فقت من النوم دغري على الصابونة. بدنا نشوف، نشوف هلا وزن الصابونة قدي، لنشوف النص كيلو قدي عملنا. هيدي الصابونة 113 جرام. شوف الثانية 119 118، بهالحدود يعني بين 100 و 120، 122. يعني ما بخبركم قدي مبسوطة فيها. شو مرتبة، مكوناتها سهلة وبسيطة. مكوناتها بدنا نحطهم بالجرامات تطلع معكم هيدي الصابونة الناجحة جدا. ليكو شو عم تلمع من الجوانب كمان، وهيدا من الوجه من فوق كمان، ما في اي رماد اي قاش اكيد لانه غطيتها. وهيدا من تحت، هيدي الصابونة اكيد بدها تنترك، ممنوع الاستعمال. حطيت هون ورق ذهب عم جرب، لانه بما انه لونها حلو كتير بيلبق له ورق الذهب، فرجعت قلت لا خليها. هيدا من المولد يمكن. شوفوا الجمال صبايا، شيء كتير حلو عن جد، واللون رائع جدا. وهيدا الشكل النهائي لصابونة الكركم. بدي أخبركم أهم 5 فوائد عن صابونة الكركم. أول شيء التخلص من حب الشباب والندوب، تسريع التئام الجروح وتعزيز إنتاج الكولاجين، تفتيح البشرة، حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، والتقليل من المشكلات الجلدية الأخرى. يعني بتعالج كمان الإكزيما، بتعالج الصدفية، وبتعالج كتير مشاكل البشرة صغيرة مثل ندوب حب شباب. يعني صابوني عن جد رائعة، وفيكم تبحثوا عنا أنتوا على الإنترنت تشوفوا فوائدها التانية، بس أنا عطيتكم أهم 5 فوائد لإلها. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد. ميرسي.